انتي وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. قبل فرحنا بنروح نعمل شعر عند الكوافير، بتروح تقعد عنده 3 4 ايام كمان. لو رحت للدكتور سينا قعدت عنده ساعتين، حاجات كده تبقى لطيف واللون هيبقى حلو، ونعمل تبييض وبولشنج والكلام ده. طيب مش دايما الباد اودر او الريحه اللي مش لطيفه بتيجي من السنان، في اوقات كتير بتيجي من المعده وبتاثر على الاودر او النفس. فلازم اعرف الاول لو عندي ريحه مش لطيفه او هي عندها ريحه مش لطيفه جايه من معدتي ولا من السنان، فهكشف عند دكتور اسنان وعند دكتور بطني. طيب دكتور سنان الاول، لقيته انا من اسناني فالدكتور هيعمل لي تنظيف، مش هياخد نص ساعه، خلصت الحكايه. مش هينفع اقول لك ولو سمحتي بقى قبل الفرح كده بثلاث اربع ايام اغسلي اسنانك كويس، لان هو الطبيعي انك تغسلي اسنانك كويس طول عمرك، فده منطقي تمام، فمش مفروض ان في اكسترا كير لده. ممكن نستخدم معجين مبيضه، ممكن نستخدم معجين مبيضه، معجون سنان صناعي في البيت، ولكن معجين مبيضه نوعين، في حاجه اسمها تبييض كيميائي بيعتمد على تفاعل كده بيحصل ما بين المعجون وبين الفرشه وما بين سنانك فيبيضها، وفي معجين بيبقى فيها حبيبات زي الرمل، ودي مصيبه، فيها حبيبات دي بتخشن السنه مصيبه سوداء. فهنجيب المعجين المبيضه التي تعتمد على الكيميكال اكشن نوت ميكانيكال اكشن. خلاص خلصت الحكايه. ايه، رحنا لدكتور السنان عملنا تشيك، بيضنا السنان، اخذنا صور فرحنا، احنا لطاف جدا. سنانا لما بنكبر مش بتاخد كالسيوم، الكالسيوم سنانا بتاخده اثناء مرحله تكوين السنه جوه العظم، يعني واحنا صغيرين. ما تجيش حد عنده 25 او 30 سنه فيقول يا دكتور هبدا باخد كالسيوم عشان سنانا تبقى قويه، مفيش حاجه اسمها كده. سنانا تبقى قويه ان انا امنع ان يحصل تسوس وامنع ان باقي الاكل تتلزق على السنان. بس خلاص، الكالسيوم ينفع لعظمنا في اي وقت لكن ما ينفعش لسنانا في اي وقت. خلاص؟ السنه لا تنمو. مفيش حاجه اسمها سنتي كبرت. او الفراغ ده ممكن سنه تقل، سنه لا تنمو، السنان لا تنمو، هي محافظه على حجمها طول العمر. طيب فدي المعلومات الاساسيه الخيريه. طب احنا عرفنا الحاجات دي، فنقي ونحافظ ازاي؟ اللي انا قلته برضه، الاكل كلش حاجات تسبب الى التسوس، ما ناكلش اغذيه مصنعه، ناكل حاجات طبيعيه، ناكل في بيتنا، ما ناكلش في الشارع كتير، عشان نعلم اولادنا برضه يعملوا كده. الريفايند كربوهيدرات، اي حاجه مصنعه ومغلفه ومكيسه. لو هتيجي تاكلي باتيه، ممكن اجيب باتيه معمول عادي في فرن، عادي في فرن عادي، مش شرط اجيب الباتيه اللي هو المغلف، يعني ده بيبقى في مواد حافظه، دي مشكله بالظبط. لما احب اكل جانك فود سناكس بتوين ميلز، بين الوجبات كده اكل حاجه، ممكن اكل تفاحيه صح، ممكن اكل موزاي، ممكن اكل شويه فراوله، ممكن اكل اي حاجه هتشبعني شويه ما اذتنيش، ودي وجبه خفيفه ما بين الوجبات. مش شرط يبقى كيس شيبسي عشان دي اكتر حاجه بتسوس السنين، اكتر حاجه بتسوس السنين. مش شرط يبقى توفي او اكلير او زيس فودز، لا، ممكن الحاجات الطبيعيه دي اكتر حاجه هتديني الحل. انتي وبس. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواري، احد مواقع مجموعه وشوشه الاعلاميه انتي وبس.com.